الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يا نسب الحب فيك سرت سفني وشراع القرب ينشر لي أمني من طين وسوى من ذنب ونوى أرحل لك مني فالبعد كوى. يا رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني. أسعى مسعاك يغدو همك همي وأكون فدا دربك هل لا تقبلني. وأكون فدا دربك هل لا تقبلني. صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة. اشفع لنا يا حبيبا لله. صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من بهداه أسرار حياة. اشفع لنا يا حبيبا لله.